رح نحكي عن أنواع فيروس الكبد الوبائي مع الدكتورة ميسة معكروش، أخصائية استشارية أمراض باطنية. صباح الخير دكتورة. صباح الوقت. كيف حالك؟ أهلا فيك. تمام. أهلا فيك. فيروس الكبد الوبائي له عدة أنواع. كم من يعني بنحكي ثلاثة مبدئيا ولا في أكثر؟ يعني لا، هو فيروسات الكبد الوبائية في منها A وB وC وD وE وجي واف، بس وفي اكثر كثير. كل يوم العلم عم بيشتغل وبلاقي انواع ثانيه، بس الاشهر منها هم اول ثلاثه اللي هم فيروس كبد الوبائي A وبي وسي، يعني هم موجودين بنسب مش بطاله وهم الاشهر والموجود. طب هيك يعني بشكل سريع، شو الاي بيختلف عن البي وعم بيختلف عن السي؟ يعني اهم شيء انه هم مش مراحل مختلفه لمرض، هم انواع مختلفه لفيروسات. فيروس الكبد الوبائي A هو فيروس بينتقل عن طريق الاغذيه والمي والشرب غير النظيف الملوث بالفيروس، من خلال الايدين الناس الملوثه بالبراز اللي كان فيه الفيروس. مده حضانته اقل شوي، حوالي اسبوعين زمان بالكثير. بيظهر على شكل التهاب فيروسي مع حمه، مع شعور بالتقيؤ والغثيان والم في البطن احيانا. اذا اصيب فيه الشخص وهو بعمر صغير فانه بيمشي وبيعدي زي اي مرض فيروسي، لكن الخوف عندما يصاب فيه الناضجين اللي بلش جهازهم المناعي ينضج وممكن يعمل ردة فعل من خلال الاصفرار. هو بيسموه الناس باي ذا واي ابو صفار. اللي بيصير فيه اصفرار بالعين. احنا معنا صور اذا الشباب بيفرجونا، بتفرجي انه النظافة هي اهم شيء لمنع هذا الفيروس. العلاج هو الراحة وشرب السوائل وعلاج للاعراض البسيطة اللي بترافق المرض. إذا كان في تقيؤ أو لعيان نعطي علاجات، إذا في حرارة ومسكنات وما إلى ذلك، تحت مراقبة الطبيب طبعا حتى نمنع الحالة اللي بتصير قليل جدا ونادرا جدا، واللي هي فشل كبدي حاد بسبب هذا الالتهاب الفيروسي. بي وهو الأشيع في العالم، وهو ينتقل عن طريق الدم ومشتقات الدم الملوثة، ومن خلال العلاقات الجنسية، ومن خلال الأبر والوخز والمشاركة بالأبر. مثلا بنشوفه من خلال الناس اللي بيعملوا تاتو، الناس اللي بيعملوا المانيكير، الناس اللي بيحلقوا بشفرة مشتركة عند الحلاقين وما إلى ذلك، أطباء الأسنان، الجراحين، كل العمليات اللي نستخدم يعني فيها أدوات طبية ممكن تلامس سوائل الجسم، فهذا ممكن يعمل الانتقال لهذا الفيروس اللي ممكن يظهر على شكل أعراض حادة وممكن يبات مزمن صامت لا نعي فيه إلا بعد ما يوصل المريض لحالة التشمع الكبد ويجي بمراحل متقدمة. سي بيشبه كتير طرق انتقاله لبي، ولكن بياخد كمان مجرى آخر ويتحول إلى مزمن في أغلب الأحيان. هون عم نشوف السلايدات اللي هون بتقول كيف العلاقات غير المشروعة والعشوائية ممكن تسبب في نقل الفيروسات بي وسي بنفس الطريقة. أنا كأني مش شايفة هون البيبي بجيبهم. هون الانتقال من الأم الحامل إلى طفلها، وهذا ممكن يصير خلال الولادة، وأي شيء ممكن يعمل التقاء بدم الأم، مزج دم الأم بمزج بدم الطفل. عشان هيك بنوجه رسالة لزملائنا أطباء النسائية وللأمهات، خلال فترة الحمل بنتمنى عمل الفحص لفيروس الكبد الوبائي بي، لأنه إذا كانت الأم حاملة للمرض أو مصابة فيه فإنها سهل أن تنقله لطفلها، لكن إذا كان في وعي لهذا الموضوع ممكن إعطاء المصل والعلاج بلحظة ولادة الطفل، وفي أول 48 ل 72 ساعة تمنع إصابته. ذكرنا الوشم والتاتو والاشتراك في الأبر كيف ممكن يعمل ينقل الفيروس إذا استخدمت نفس الإبرة لأكثر من شخص. أيضا بهمني أقول إنه المرض ما فيه حامل للمرض، يعني كما يطرح من بعض الأطباء للمرضى، هو يسمى مصاب غير نشط. عندنا بي في مصاب غير نشط ومصاب نشط، ومصاب غير النشط في أي وقت ممكن ينشط، ففكرة أنه خد حلو خد سكر ارتاح هذه مرفوضة تماما عند الأطباء الاختصاصيين وفي العلم كافة في العالم. هنا بنقدر نشوف كيف الكبد السليم بتبلش المراحل أحيانا على شكل شحوم في الكبد، ومن ثم الندب أو التشمع، وهي الحالة التي لا عودة عنها.
هذه خلصت آخر عودة. آخر مرحلة تصبح مضاعفاتها كثيرة جدا، ومثل ستنذكر بعد قليل ونشوف صور لاستسقاء البطن، هون البطن منفوخ، استسقاء البطن وبصير في سوائل وبيبلش يسحب المريض هذه المية الموجودة في البطن بين فترة والتانية بسبب نقص الألبومين، لأنه الكبد هو مصنع الألبومين، ومرحلة صراحة متعبة جدا للمريض ومزعجة. أحيانا نلجأ لوضع شبكات في الأوعية الدموية الأوردة الداخلية حتى نخفف هاي السوائل. هنا دوالي المريء اللي هي عبارة عن توسع في الأوعية الدموية داخل المريء بسبب ارتفاع ضغط الشريان البابي اللي بسبب الضغط الراجع على الطحال من عندما يتعب الكبد. هنا المريء السليم كيف بيكون من جوا أملس ما في إشي. الأوعية الدموية هاي الكبيرة بصير بدها ربط، بدها علاجات، بدها حقن بمواد حتى تمنع. الأصفر هذا اللي منشوفه هذا عبارة عن سرطان في الكبد، لأنه مع الوقت الفيروس نفسه بي بالذات ممكن يسبب سرطان الكبد والتشمع بغض النظر عن سببه، قد يتطور إلى سرطانات الكبد. فالهدف مش إن نخاف بقدر ما هو الهدف إنه الكشف المبكر والوعي اللازم يمنع حدوث مثل هذه الأشياء وعلاج المرض في الوقت المناسب وفي الوقت البدري المبكر. كيف من شخصه؟ يتم تشخيصه أولا من خلال زيارتك لطبيبك، لكن أعراضه هي مشابهة لأي أعراض يعني إعياء رشح هو أحيانا الحاد بيجي بالإصفرار، بيجي بالألم، بالحرارة، بالتعب والإرهاق العام. المزمن إلا من خلال إذا شك الشخص أنه تعرض لأي شيء ممكن يكون سبب إلى إصابته أنه يروح يفحص عند طبيبه بيطلب له فحص دم معين للفيروسات. بحب أنوه أنه كل الشباب والسيدات والشابات اللي بيروحوا بتبرعوا دوري ببنك الدم، بنك الدم صراحة بيفحصوا كل وحدة دم بياخدوها على البي والسي والأيدز وكل أمراض المعدية والسارية. بتمنى كل واحد بيروح يتبرع يرجع يسأل شو صار بالوحدة اللي تبرع فيها، لأنه بيعطوا النتيجة إذا كان عنده أي من هاي الفيروسات، فهيك هو بيكون اطمئن. أول إشي بيكون قدم خدمة بأنه تبرع بدم لأي حدا ممكن يحتاج، وبرجع بطمئن على الوحدة اللي هو قدمها. وطبعا بنك الدم عندنا من 93 بيفحصوا فحص دقيق جدا مشكورين يعني، وبيعملوا كمان ليستات بأسماء المصابين، وحديثا أصبح أنه جزء لا يتجزأ من واجبهم بأنه يخبروا المصاب واللي عنده الفيروس بحيث أنه يراجع أصحاب الشأن والاختصاصيين. نحكي مراحل العلاج للفيروس الكبد الوبائي. كما ذكرنا على فيروس الكبد الوبائي احيانا لا يحتاج العلاج الا العلاجات المساعده المدعمه والاستراحه والسوائل وما الى ذلك. من يشفى من فيروس كبد الوبائي وهم كثره، يعني ما احنا قلنا بجوز 1% ممكن يتحول لفشل كبدي، بس ما عدا ذلك كله بيشفى ان شاء الله. هذول بيعملوا مناعه ابديه، خلص ما عاد ينصابوا في فيروس كبد وبائي. هلا بالنسبه لبي بالمرحله الحاده لا نحتاج العلاج عاده بالكبار، هم حوالي 95% بيغسلوا الفيروس وبتمشي الامور. بالاطفال بالعكس حوالي 90% بيحملوا الفيروس مزمن، عشان هيك بنحاول قدر الامكان الاطفال ما يحملوش الفيروس ويطعموا منهم اطفال. العلاج ببلش بتقييم الطبيب إذا كان هذا الشخص في الوقت الحالي بحاجة للعلاج أو المتابعة فقط. العلاج متوفر الحمد لله، يعني نختص عن بقية الدول المجاورة بأنه الأردن تعتبر المرض مرض مزمن وتعتبره من الأمراض التي يجب علاجها من قبل الحكومة، وكل من يحمل رقم وطني يعتبر علاجه متوفر مجانا. وفحوصاته ومتابعته عند الطبيب مجانية من قبل الحكومة بكافة الانستيتيوشنز المعاهد الخاصة، يعني جيش، مدينة، جامعات صحة، الحمد لله. والعلاجات متوفرة، كل أنواع اللي بتكون متوفرة بشكل عام بكل محل موجودة عنا، وما عم بنبخل نهائيا على مرضانا بهذا المجال. العلاج في أبر وفي حبوب لفيروس كبد الوبائي بي، في عنا حبوب وكمان الأبر متوفرة، وممكن أعطائها مسموح كمان إنه من الدولة إنها بتصرف على إعطاء الأبر. وفيروس كبد الوبائي سي المجموعة من الأبر والعلاجات لازم ياخذ المريض مع هذا مرضى الكلى اللي بياخذوا الأوبر من غير العلاج الحبوب، وهم أيضا متوفر ونسبة الشفاء منهم مش بطالة وكويس. في معنى اتصال. أم محمد خير. أهلا أم محمد. يعطيك العافية. أهلين. بالله كنت حابة أسأل الدكتورة سؤال لو سمحتي. تفضلي. صباح الخير دكتورة. يا صباح الورد. دكتورة احنا في بالنسبة لهالموضوع، أنا ساكنة في بناية في عندهم كبد وبائي، يعني في حتى في إشي تولدوا أطفال نعدوا من الأم.
فأنا كثير خايفة صراحة، كل ما بروح على دكتور بيعملوا لنا فحص التايتر بيقولوا انتم سليمين ما عندكم شيء. طب ما أنا بدي أندق الإبر، يعني بقول لك الأطفال مندقينها لسن ال 15 أو لسن المولودين لغاية ال 95 ما مندقين. فأنا جبت الإبر آيفوكس بي جبتهم، بس مش عارفين كيف نندقهم بصراحة، لأنه كتير عندنا بالبيت، كتير حالات عندنا بالبيت بالبناية من القرايب. أوكي. يا ريت تزودين، لأن أنا مش عارفة، كل ما بتروح على دكتور بقول لك أنت سليمة، أنت سليمة، طب سليمة ماشي بدي آخذ أوكي، بدي أحتاط أنا هالقصة. صحيح. أو شيء سلامتهم الأطفال كمان، كيف أعمل معهم؟ نعم. أطفالي أو شيء سلامتهم المصابين، وإن شاء الله الله بيكتب لهم الشفاء. الإشي الثاني، إذا هو فيروس كبد وبائي بي اللي بتحكي عنه، بي ممكن ينتقل، ممكن ينتقل من خلال سوائل الجسم المختلفة، يعني حتى اللعاب. فأنت بدك الأبناء اللي فعلا انولدوا من بعد 95 فهم مطعمين بالأردن جميعا، لأنه المطعوم أصبح من برنامج التطعيم الوطني من قبل الحكومة لكل مواطن أردني. هذول بدك تفحص التايتر، إذا فعلا التايتر عالي فإنهم الحمد لله بيكونوا فعلا عندهم زي خلينا نقول مناعة، أو عندهم وقاية ضد المرض. لكن بدك تثقفي أطفالك إنه ما يستخدموا الأدوات الحادة عند هذول للناس، ما يشاركوهم بأدوات الأكل والشرب، ما يأكلوا وراء ناس، ما ينغزوا، بيحاولوا قدر الإمكان يبعدوا عن فرشات الأسنان، عن الشفرات، عن الأدوات الحادة اللي موجودة. ومش هم مش ناس، يعني مش ناس معديين إنه بيخوفوا، يعني هو مش زي أي مرض رشح، مش بالعطس، مش بالتعامل يعني بالتعامل الطبيعي والمنطقي إن شاء الله ما بيكون في خطر على الأولاد. فحصت للكبار، وللكبار افحصي ال HBS انتيجين اذا كان لسه نيجاتيف، والانتي بودي من المطعوم ممتاز. اذا الانتي بودي من المطعوم عندك عالي فانت كمان في يعني محميه ان شاء الله. ان شاء الله. ما بيصير نتعامل مع هذول الناس على انهم اشي نبعد عنه، اشي نخاف منه، هم بشر طبيعيين، هم اكيد بيتابعوا، واللي بده علاج منهم معالج. دكتوره في سؤال هون بيقول ابني صار معه نوع A، وهو برضه لا سمح الله برجع ولا خلاص؟ ما سمعت انه بيصير عند الشخص المصاب مقاومة. احنا ذكرنا انه ايه الحمد لله على سلامته ما دام شفي اموره منيحه، ان شاء الله انه بيكون عنده وقايه ابديه. صراحه الاردن حلو اذكر انه احنا بايامنا يمكن واحنا صغار كليتنا نصبنا بالمرض، لانه كان الكل يلعب برا، الكل يلعب بالرمل، ياكل مرات الاطفال برا من بعد، فالاغلبيه انصابوا بالمرض بهدوء ومشيت الامور. هلا مع الاجيال اللي صار دائما جوا البيت، الالعاب داخليه كلها، ارتفعت نسبة الهايجين خلينا نحكي، فأصبح فرص أنه ينصابوا هدول الأطفال بعمر الطفولة صارت أقل. هنا الخوف، فهون بيصيروا بحاجة للمطعوم. فالأردن عم تنتقل من زون البلدان اللي كان المناعة تصير عندها تلقائية في الزمن إلى الزون اللي بده مطعوم حتى يمنع إصابة، لأنه بطلنا من المناطق اللي موبوءة جدا بالمرض بالأطفال. يعني فأحيانا بلزم مطعوم، ومتوفر مطعوم للناس اللي خايفين على حالهم على أبنائهم، ممكن يفحصوا التايتر إذا مش كانين مصابين، ممكن يعطوهم المطعوم وخلص يعني يطمئن البال على طول. الشهرين الماضيين صراحة شفنا حالات كثيرة من فيروس كبد وبائي A، يعني كان سبب. كان في وباء، وكان بالأغذية المش نظيفة والشراب المش نظيف، شفنا كثير من الحالات بحالات الأدلتس الناضجين، وهي كانت فعلا غلبتهم لمشية الأمور وعدت بسلام. يعني فالنظافة رقم واحد، يعني النظافة رقم واحد ورقم عشرة بالضبط، وإن بتوين دكتورة ميسا معكروش، شكرا كثير لك. أهلا فيك، شكرا لكم كثير على العالم.